سلام صحابي، مساء النور عليكم. كما كتشوفوا حنا دابا يلاه وصلنا الصويره، كاين في لوطيل الصحراء. ابري ان شاء الله غادي نمشيو نضربوا واحد الدويره نشوفوا الصويره بالليل كيفاش غتكون، كيفاش دايره الاجواء ديال الصويره. ها هو سي محمد معايا. سي محمد يلا خويا بصحتك. يعطيك الصحه. ايوا مرحبا بينا في الصويره، يلا معايا نشوفوا الصويره كيفاش دايره. حنا دابا غادي نشوفو شنو غادي ناخدو، شوفو واش كيبان لا ما كيبانش. هو كيبان انا شخو واش غادي ناخد، ما عرفتش شنو اللي كيدير بريا وما عندهم. الفطور ديالنا دابا هنايا، يلا كنفطروا على الاومليت ديالنا حتى دابا. وصلنا لمراكش دابا، كاينين في بلاصة ديال جامعة حنا، شكرا،
صحابي قلت لكم اكسكرسيون ديال اكادير الصويره مراكش هي ان شاء الله غادي نطلع هنايا وصلنا لمراكش مراكش معايا كيما كتشوف الساحه طوب 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 تكون الحال مهم كتشوف مراكش البلاد ديالي بغيت تشوفوها ان شاء الله دابا غنضربوا دويره في جبل حفنه نشوفوا الحجيره وكتشوفوا المدينه القديمه الاسرار ديالها وشي بلايص بغيتكم تجيو لهم فيهم ماكله مزيان بالنسبه للعواصر والماكله التقليديه ديال مراكش يلا نوريكم في كينين تابعوا معايا هذيك تكون فيها الماكلة والعصر شنو تشوفوها دابا